رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله: ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان يدخل على الكلب الرافضي هذا، إذن شيء رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت بالقدر أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعن في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات؟ أتطعن في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوق وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عبد الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا أي الفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟